هبدأ اختار البلان اللي انا هرسم عليه، وليكن مثلا البلان دوت، وليكن مثلا 50، الدمتر بتاع 50، وابدأ اشوف هخلي الارتفاع بتاع قد ايه، واقول له اوكي. هبدأ اكتب الكتابات بتاعتي من سكتش، اقول له انا عايز اكتب تكست، واختار الواجهة اللي انا عايز اكتب عليها، وليكن مثلا ديت، وهبدأ اكتب مثلا فيوجن 360، تمام اوكي. هنقل الكتابة بتاعتي مطرح ما انا عايز، اعمل لها روتيت زي ما انا عايز، واقول له اوكي تمام. دلوقتي هرسم انا، اقول له ستوب سكتش. دلوقتي هرسم انا شكل تاني يكون اكبر من الشكل الاولاني، تمام اهو. وليكن المرة فاتت كان 50، خليته 55 اوكي. خلي المسافة قد كده، وخد اللون دوت على اساس ان هو بيقول لي انت ممكن تعمل قط. اقول له انا عايز نيو بادي، واقول له ايه اوكي. هخفي الشكل الاولاني عشان اركز على الشكل التاني. هعمل قطاع سيكشن انالايز، تمام. اختار الشكل دوت، وابدا اقول له انا عايز القطاع لحد هنا، تمام اوكي. ابدا اعمل اكسترود للفيوجن، لكلمة فيوجن، وليكن مثلا من كرييت هقول له اكسترود، ابدا اختار الشكل بتاعي، تمام. في خاصية جميلة من اللي هي تو ده هيعمل لي ايه؟ هيخليني ان انا افضل امشي لحد ما اوصل للشكل بتاعي، وليكن مثلا بالشكل دوت، تمام. ايه بقى الميزة هنا؟ ان هنا لو انا كنت عملت اكسترود بس بمسافة، ما كانش هياخد الانحناء دوت، كان هيكمل خط مستقيم، انما مش هياخد الانحناء ولا هياخد نفس الشكل اللي انا عايزه، تمام. فكده هقول له ايه؟ اوكي. بس انا بقى مش عايزها قط، انا عايزها نيو بادي، تمام. اقول له ايه اوكي. هاجي اخفي الشكل التاني، تمام، واظهر الشكل الاولاني، تمام. حاجه هتبقى بالشكل دوت زي ما انت شايف، كلمه فيوجن 360 بارزه زي ما انت عايز، تمام. وممكن بعد كده تلغي اللي هو